آلاف اللاجئين تفاعلوا مع حملة أطلقها ناشطون لتأمين خروج جماعي من تركيا إلى أوروبا وتحديدا ألمانيا. الحملة التي سميت قافلة النور تنشط على موقع تليجرام، ووصل تعداد المشتركين في إحدى المجموعات إلى نحو 40,000، عدا عن مجموعات أخرى بالآلاف مخصصة لبعض المدن كاسطنبول وهاتاي وقونيا وأنطاليا. معترين بقافلة النور، نحن جاهزين مستعدين، لا تخريب لا لأي شيء ضد القانون. هدفنا الوحيد أن نوصل بخير وسلامة وما حدا يصيب أي شيء. ورغم أن القائمين على القافلة لم يكشفوا عن هوياتهم، إلا أنهم دعوا في منشورات لأن تكون الحملة منظمة بعيدا عن أي أعمال عنف أو تخريب، تزامن مع جهود بحسب قولهم للتواصل مع منظمات حقوقية وإنسانية لتأمين مسيرهم في اجتياز الحدود الذي لم يحدد بعد. هذا عن الخبر كنشاط افتراضي ضم عشرات آلاف المشتركين والمتفاعلين خلال ساعات. أما عن الواقع فتساؤلات كثيرة، بداية عن إمكانية نجاح القافلة الافتراضية وحجم تدابير السلامة المتخذة لمواجهة كافة وأسوأ الاحتمالات، فضلا عن الحقيقة المتمثلة بالحرب الأوكرانية وأزمة الطاقة وما ترتب عليها من ضغوط اقتصادية على دول أوروبا عموما، إلى تحذيرات ناشطين حول تجارب سابقة سيما عند فشل قافلة الأمل عام 2019 واعتقال أو ترحيل معظم المشاركين، ثم فشل حملة شتاء 2020 التي انتهت بإعمال شغب وإطلاق الشرطة اليونانية الرصاص الحي. وعن أعمال الشغب أو التخريب فتكمن حقيقة ثالثة حول جنسية المشتركين بقافلة النور. الواجهة الآن هي باسم السوريين وما يتعرضون له من قتل وجرائم عنصرية في تركيا، بينما كشفت أحداث 2020 أن المسؤولين عن أعمال الشغب والتخريب كانوا مهاجرين إيرانيين وأفغان، ما يعني احتمال وضع السوريين كواجهة للقافلة ثم تحميلهم وزر تصرفات الآخرين.